لو أول مرة تزور القناة ما تنساش تدوس على زر اشتراك وكمان تدوس على الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل بإذن الله. ولو سمحت ما تنساش تدعمنا باللايك والشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل اللي بيشوفوني النهاردة بإذن الله. جايبة لكم وصفة جميلة جدا بخل التفاح لإزالة الكلف نتيجة الولادة. عاوز اقول لكم ان خل التفاح بيعالج اغلب مشاكل البشرة، يعني من تجاعيد كمان لازالة كلف لاي بقعة موجودة بقالها كتير جدا ممكن تزيليها او تخف باذن الله بخل التفاح. وصفة هايلة جدا، وكمان الوصفة اللي معايا النهاردة بترطب البشرة وبتفتحها، وصفة متكاملة. خل التفاح ليه مميزات كتيرة جدا للبشرة، يعني بيعالج حاجات كتيرة جدا في البشرة، وكمان بنستخدمه للتنحيف او لانقاص الوزن في الوصفات، هايل جدا لوصفات انقاص الوزن. النهاردة هنستخدمه لوصفة للكلف وكمان زي ما قلت لإزالة التجاعيد. تقدري تستخدميه دايما لانه فعلا بيعالج معظم مشاكل البشرة. الوصفة اللي معايا طبعا النهاردة المكون الاساسي فيها هو خل التفاح. هاخد معلقتين من خل التفاح، وكمان هاخد 4 معالق من ماء الورد. ماء الورد ده انا بشتريه من السوبر ماركت، بفضل ماء الورد اللي هو الابيض يا جماعة. هاخد منه 4 معالق، يعني معلقة لمعلقتين. كل معلقة خل تفاح ليها معلقتين من مية الورد. زي ما انتوا شايفين كده حطيت 4 معالق. وطبعا لو عايزة تعملي كمية كبيرة وتحتفظي بيها عندك في ازازة هتكون ممتازة طبعا، لان هي ما بتفسدش ابدا، يعني تقدري تحتفظي بيها مدة كبيرة خالص لغاية ما تخلصيها. هتستخدمي الوصفة ديت معاها كمان معلقة من عسل النحل الطبيعي. هستخدم معلقة صغيرة كده من عسل النحل وهخلطهم مع بعض. ممكن تعمليه يعني للمرة او للمرتين، وكمان ممكن تحتفظي بإزازة عندك مفيش مشكلة منه. هتستخدميه ازاي؟ بقطنة طبية او بقطنة بتاع المكياج بتاعك او الميك اب بتاعك. هتغمزيها في الوصفة بتاعتي على بشرة تكون نظيفة طبعا، غسلاها ومنشفاها كويس، وهتمشي القطنة على وشك كله على بشرتك كلها، وهتسيبيه من نص ساعة لساعة على بشرتك، وبعد كده تنشفي بشرتك او تغسلي بشرتك وتنشفيها كويس. هتلاقي بشرتك مع الاستخدام بتزيل اي تجاعيد، بتشد البشرة كويس جدا، وكمان اي بقع فيها باذن الله بتروح. هتستمري عليها قد ايه؟ هتستمري عليها من اسبوع لعشر ايام، وتريحي يومين وترجعي تستمري عليها تاني، وفي اقرب وقت هتلاقي نتائج هايلة جدا. الوصفة بتاعتي سهلة وبسيطة، بس ياريت تجربوها لان نتائجها هايلة جدا. وما تنسوش طبعا لايك وشير للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.